مع المواد طبخي. مرحبا بيك. سوسو اعطيني خدك ابوسو. يدي تقال احناكك. ما تقوليش مبروك يا مكبوب السعد. مبروك على شنو؟ ماني دبرت خدمة. خدمة؟ وين؟ ما تقوليش ماشية لبنان. ليه؟ ماشية الباردو. باردو؟ في باردو؟ سامحني يا سوسو، يا اخي في باردو حلو كباريات؟ ليه؟ فما التأسيسي يخدم من نص الليل. الو، متبل على خط مع الموظف اخوي. مرحبا بك. الو سلام خوي. سلام خوي. بالله انا بكري نقرا في ارتيكل في الجريده. اي تخف الله يا ربي، ترى من تذكرني. عاد انا نقرا فك الارتيكل تاع الجريده، نكتشف كونه اللي عنده كهرباء فيها 13 زيل. اي يخلص 550 دينار اي تي وي. صحيحه؟ صحيح. لازم تخلص هذيك الضرائب تمشي للميزانيه نتاع الدوله. عليها انت كرهبتك قداش فيها من زايله؟ لا خويا انا ما عنديش كرهبة اصلا. مالاش عندك؟ عندي كان زايله هكا بركه في الدار. خلص عليها كفايه. خلص عليها هذيك. مال خويا ليش المصروف؟ تنطلق جد بوها كهو. ترى من تذكرني. وي مكتب العلاقات مع الموظف اخوي. مرحبا بيك. عفوا لحظه برك يا كرتون، لحظه برك. ركنوا بيتي حديد، راسي حجر، فاسي في رياح، واقضي فيها كلثوم. الو وي تفضل كلثوم. ميرسي يا اوقاف فيدا، شي زونتي والله، تي تري زونتي. بربي قول لي انت يا بتاع العلاقه، سمعناها وحده تلبس خبزه جاتو في وزها لي تريفيو. سمعناها. شنو حلم هذا تحب نفسر لك النامه؟ ليه وقع مرير، وقع مرير. عليه شكون لبس هالك في وجهك؟ رازلي رازلي يا ربي. رازلك لبسك خبز الجاتو؟ اي. وعلاش؟ مو هو جاي نص الليل وانا خضرت له يا اخي، قلت له بناني معز. لا مش معقول هكا، لا مش معقول. تو انت تري جونتي هكا، معناها رومانسية ومحليك، ها؟ يضربك ويلبسك خبز جاتو؟ المسكر مش غادي. ها؟ غلطت في اسمه، اسمه عبد الحميد. إيه كي ما لبسكش الفريجيدير يا كلثوم. وي خويا مكتب العلاقات مع الموظف خويا. مرحبا بيك. انتم مكتب العلاقات؟ اي خويا. اه شيء يفرق ترى. شنو هو؟ شيء راهو تزوق منه البقر. علاش يا خويا علاش؟ اش بيك يا معلم؟ تبقى نورمال شنو الميوع هذيك اللي ترس العام في حنبال؟ شنو الريق؟ شنو الريق؟ عندك الحق، عندك الحق بصراحة لهنا عندك الحق. الواحد ما عادش قد يتفرج هو العائلة. شنو هي رقصات تلعب كيما؟ عندك الحق يا خويا، عندك الحق. يا ودي شكون جبد على الرقاصة؟ الرقاصة ما عندي معها حتى مشكلة. مالا مشكلتك شنو يا معلم؟ ما عبد الرزاق شاب. وي مكتب العلاقات مع الموظف خويا. مرحبا بيك. اهلا بيش انت بتاع العلاقات. اهلا بيك. عايشين همارك يا سيدي؟ لاباس الحمد لله. اخي بالحرام غريبه، والله غريبه سيدي. يا معلم شنو هي الغريبه؟ برص سمك شنو هي كل جمعه هبط لي بغريبه؟ اخي ولا هات نحكي هلق نقول غريبه ولا لا؟ ايه ماني على الصباح صبحت عيوني ما نشبحش بهم بالكدي. ايه مشيت لطبيب العيني. ايه عملوا هكا زبسوا لي رجلي. اه شنو المشكل؟ هذيك نظرة استشرافية. واش اسمها؟ هذيك على خاطر أنت ضريت في عينك، قراو حساب اللي أنت بعتها لي باش تيحط تكسر هكا جبروك من البلاصة. هكا هو مال. نظرة استشرافية يسموها. آه باهي يا خي، مرة تعرفش كيفاش؟ يحيى الطب. وأنا تعرفش كيفاش؟ تنطلق المرأة. يا ودي دخل المرأة يا عايشة؟ نظرة استشرافية سيفا. آه كيك يا ربي معاك. وي مكتب العلاقات مع الموظف هذا خويا. مرحبا. الو 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 مكتب العلاقات مع الموظف هذا خويا. مرحبا بك. تفضل خويا. خويا بس فمك. نعم ماني مشيت للطبيب. اي يا اخي الطبيب ربي يطول فيها. شبيه طبيب؟ شنو ربي يطول فيها عمره؟ انت مريض مريض انت مريض مش خبوطة يبرا عادي برا مشي للطبيب. مشيت قصة من بيت. ايه شنو صار؟ مشيت وقال لي عامل الطلاب.
الطبيب عمل ضراب. عمل ضراب إيه؟ من حقه من حقه الطبيب يعمل ضراب. كيفيه؟ المستشفيات الله الله وهم قاعدين ما همش قاعدين معناها ياخذوا في الماتريال بتاعهم. من حق الطبيب انه يعمل ضراب، من حق الطبيب انه يقدم ضراب، من حق الطبيب انه الوقت هذا حق الطبيب. الو 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 الطرا ما قنعته بشي سنة ظل ضراب ظهر.